هلا بدك تقنعني انه كل تعصيبتك بس لانك شفت الاستاذ مهند عند اختك بالمكتب؟ وانت بدك تقنعيني يعني انه ما تضايقتي منه؟ انا قصص مهند ما بتهمني، كل شي بيهمني اني اخذ بتاري منه. بقى انت حاش لف وتدور واحكي لي شو صاير معك. يا لطيف شو قوية، شوية مشاكل مع الوالد. على فكرة أنا ما توقعت أنه نقرب من بعض أنا وياكي بهالسرعة، بس يبدو أنك مهتمة فيني مثل ما أنا مهتم فيكي. هلا خلينا نتفق أنه ما رح تقدر توقعني بهالكلمتين، يعني مثل ما أنت طارق عنابي أنا كمان ليال آغا. حلو التقل، بس ليكني أنا هون عندك وانتي اللي عزمتيني. مزبوط، هاد لأنك متضايق ومعصب وأنا ما في بالعادة إني طنش. طيب يا ستي، أنا اليوم ما رح روح نام بالبيت، بدي نام عندك، استقبليني. أهلا وسهلا، بس هاد ما إله علاقة لا بالشغل بيناتنا ولا باهتمامك فيني. أنا برأيي تروح تصالح أبوك، يعني فكر فيها، أنت طارق ابن هشام عنابي وهذا الشي ما رح فيك تهرب منه عمرك كله. بقى خليه بصفك أحسن ما بيوم من الأيام يقلب عدوك. بكرة بصالحه. اسمع مني وروح هلأ صالحه، تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه بالنهار أبوك هو هشام عنابي، بس بالليل هو أبو رائد.